الإنسان هذا خلق الله سبحانه وتعالى فيه مخزون من العواطف والمشاعر داخله، على أن يوجه مشاعره هذه لأجل سعادة الأبد. ولذلك هذه المحبة التي داخلنا والعواطف عندما نوجهها نحو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحو الأولياء، نحو المولى عز وجل، فنكون نجحنا في اختبار العواطف لأننا وضعناها في محلها الحقيقي. نحب ربنا عز وجل، عندما نخطئ نحب أنفسنا، نقدم ملذات أنفسنا على مرادات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العواطف لم نستخدمها حتى تقربنا، صرنا نستخدمها في عكس ما يقربنا إلى الله عز وجل. ولذلك أهل العقول هذه النورانية التي تفكر كيف تسعد الناس، وهذا منهج الأنبياء. أحيانا يكون إسعاد الناس على حسب سعادتهم هم، على حسب صحتهم، على حسب فراغهم، يقدمون إسعاد الناس على حاجتهم هم الذاتية، لأنهم يمشون على منهج الأنبياء الذين يريدون إسعاد البشرية على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى ورث على إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن العقول التي انقطعت عن نور الرسول صلى الله عليه وسلم، بدلا أن تفكر في نفع الناس صارت تستخدم العقول في إيذاء الناس، في ضر الخلق. هناك عقول شيطانية تفكر كيف تصنع أسلحة التدمير تدمر الناس تدمير شامل، هناك عقول شيطانية تفكر كيف تصنع أدوية أو مواد أو مخدرات تقتل الناس، هناك عقول شيطانية مقطوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفكر كيف تصنع ميكروبات أو فيروسات تبيد الناس. هذه عقول شيطانية مقطوعة عن نور الأنبياء، يبكي أصحابها عليها يوم القيامة في حياة الأبد، لأنهم خسروا الحياة الأبدية. ليسوا خسروا الدنيا، خسروا حياتهم الأبدية كلها تكون في عذاب والعياذ بالله. فلذلك التحديات التي تواجه المسلمين لأجل لا ينجحوا في هذا الاختبار في هذه الحياة تحديات كبيرة خطيرة، علينا نتجاوزها بالتعاون وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى.